ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بنبدأ دايما بالإنسانيات، بس الإنسانيات المرة دي مش تخصصي، هقول الرسالة وهقول وجهة نظري، وعشان أبقى صادق أنا سألت 2 كبار جدا من علماء الدين في هذه الرسالة، والإجابة اللي قالها لي مش هقولها دي عشان أنا أتعلم، لكن مش هقولها. ليه؟ لأن ده موضوع مش سهل مناقشته كده. السلام عليكم، أنا محجبة حجاب غير شرعي، ما حكم إجبار الزوج لزوجته بالحجاب وهي غير راضية تماما في الوقت الحالي، تتمنى أن تنتظم في الصلاة وتصنع أعمال صالحة وتكون محتشمة في ملابسها، ولكن بدون غطاء للرأس لأنه يسبب لها تعب نفسي وقل الثقة في النفس، ولا أقوى على لبسه حاليا، ممكن لو ترك لي الاختيار أحاول مع نفسي وشكرا. نكلم الزوجة ونكلم الزوج. وأنا معظم الناس ما تعرفش الفرق بين الفقه والشريعة. تعال لأي واحد في الشارع مسلم وبيصلي كل حاجة تقول له ما الفرق بين الفقه والشريعة؟ ما يعرفش. الفقه شيء والشريعة شيء. الشريعة ما شرع الله، ما ذكر في القرآن أو الرسول أمر به فهو شريعة. الفقه ما اختلف فيه العلماء. مثال عشان نسهل الأمور للناس، على فكرة أنا لا أفتي، أنا دراستي طب، لكن عندي ميول شديدة جدا لمعرفة ديني، أبقى عارف عنه كل حاجة. فطبعا بأن العمر والسن خلاني أعرف شوية حاجات كده. الفقه والشريعة، الشريعة ما شرع الله والفقه ما اختلف فيه العلماء. مثال المسح على الرأس جزء من الوضوء، من غير ما تمسح على الرأس ما توضيتش. لماذا؟ ذكر وامسحوا برؤوسكم في الوضوء، بقت شريعة، بقت شريعة ما بقتش فقه. لكن جه الناس قال لك تعمل كده بس 3-4 شعرات، واحد تاني قال لك ايدك رايحة جاية الجنبين، كل ده فقه. اللي قالوه بشر، من حقي اختار اللي انا عايزه، من حقي انا هقول انا همشي على مذهب فلان، حقي، لكن ده فقه. هل انا هكلم الزوجة بقى، ركزي معايا، هل الحجاب فقه ولا شريعة؟ روحي بكرة دار الافتاء في الازهر، ما شاء الله، والله اشهد لهم ما شاء الله، اي سؤال في الدنيا. انا بنتي مريم خريجة طب اسنان، كانت عايزة تعمل تجميل الاسنان، عايزة تسأل حلال ولا حرام، والله 10 ردوا عليها، 10 قالوا حلال كل 10، بس ما بيتأخروش عن حد. روحي اسألي يا بنتي الحجاب شريعة؟ واجب؟ انتهى انتهى، ده زي الصلاة والصوم، ولا ده في كلام؟ اسأل، انا معرفش. اللي قالهولي رجال الدين انا مش هقولهولك. ليه؟ لا درست فقه ولا درست شريعة، ما اقدرش انقلك عن حد. افرضي ان هو ما كانش دقيق، انا درست بطنة وجراحة ونسا وانف اذن ورمد، لكن اعمال العقل بيخليني، الامر باعمال العقل اللي ربنا قاله لنا كتير جدا في القرآن بيخليني اسأل واعرف وكده. ده اجابة للزوجة، روحي دار الافتاء قول لهم انا صح ولا غلط. انا اللي عاجبني في رسالتك انك حاسة ان ده مش صح، ده اللي عاجبني في رسالتك جدا وفي شخصيتك، انك انت بتقولي اه بس ده بيضايقني. ماشي، طب ولو كان هيدخلك الجنه يبقى لسه هيضايقك؟ ما اعتقدش. هنعيش قد ايه يا بنتي؟ ومهما عشنا مش في نهايه بعديها؟ انت مؤمنه طبعا بالحساب وان في جنه وفي ثواب وفي عقاب، فانا راجعي نفسك والجئي الى دار الافتاء، لان احنا ده علم اسمه الفقه وعلم اسمه الشريعة،
علوم عندهم ما شاء الله. يا ريتني كنت دخلت من الاول في هذا المجال، بس كان حظي ان احنا دخلنا كلية الطب. اما الزوج بقى رده كلمتين، قريت القرآن؟ هيقول لي طبعا. مريت على الآية دي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مش اصبر، مش اصبر، اصطبر يعني أكثر من الصبر. انصح وانصح وانصح وامشي على الآية دي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هي دي اللي بقولها للزوج وللزوجة، بقول لها روحي دار الإفتاء اسألي أنا ماشية صح ولا غلط، وحسب ما يقولوا لك يا بنتي نفذي نفذي. إنما الفرصة من هذه الرسالة نعرف الفرق بين الفقه وبين الشريعة، وبين وإن إحنا لا لنا عالم فقه ولا عالم شريعة، لكن بنصحك تلجئي لعلماء الدين، ناس ما شاء الله والله ما بيتأخروا عن مخلوق. والإجابة مش يقولك بقى فوتي عليا كمان أسبوع، لا، في الحال. أدي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية فيها شوية ضحك، نضحك شوية ولب نلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام، أنا بطلت التدخين بقالي شهرين. مبروك، ده الجزء الأول اللي ما يضحكش. مبروك بطلت التدخين، يا ريت كل واحد سمعني يمشي على نهج هذا الولد اللي بطل التدخين. هو شاب صغير يعني، ولكن الشيطان بيسول لي ان اعود مره اخرى ولكني اقاوم. السؤال: نبضات قلبي سريعه في بعض الاحيان، واشعر بضعف وتعب في العظام في بعض الاحيان، واشعر بتعب في اسفل الظهر من الناحيه اليمنى واليسرى. اجمل حاجه في الرساله ايه؟ ان هو معترف ان اللي عايز يرجعه لسجاير شيطان. دي اجمل حاجه في الرساله، الحاجه اللي تضحك يعني. طب ما انت معترف اهو، الشيطان بيوسوس ليا، تقوم تسمع كلامه؟ يا اخي اصبر شويه، شهرين على فكره لسه، شهرين لسه. احنا قلنا لما بنتكلم على التدخين نقطتين، انت بتدخن ليه ومش عارف تبطل ليه؟ مش هما دول النقطتين اللي دايما نقولهم؟ انت بتدخن ليه؟ لان التدخين ضد الاسترس فعلا، محدش ينكر هذا. على فكرة بالمناسبة واحد لقط الكلمة دي وما خدش الباقي، وقال الدكتور حسام بيشجع التدخين وبانه هو ضد الاسترس. والله والله الناس دول مصيرهم جهنم، اللي بيتقولوا على الناس دول. انا هقول دخنوا، وانا استاذ كلية الطب، تدخين فعلا النيكوتين ضد الاسترس، لا احد ينكر هذا، لكن بيجيب سرطان. أنا عشان ما بقاش في ستريس يجيلي سرطان وسد رئوية وشريان تاجي. ده مصايب التدخين، مش هنتكلم بقى، نعمل حلقة جديدة للتدخين. أنت مش عارف تبطل ليه؟ لأن النيكوتين في دمك له مستوى، أنت عايز ترجع المستوى. أي كما المدمن بالظبط يعني، اللي عند اللي بياخد هيروين مش قادر يبطل ليه؟ طبعا الهيروين أقل جدا 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 من النيكوتين جدا، لكن الهيروين جايز لو بطل مره واحده يجرى له حاجه، فبنبطله في مستشفى. ليه؟ عشان لازم ينزل بالتدريج جدا مش مره واحده. النيكوتين لسه في دمك، لسه ما تخلصتش منه، فعشان تعود لما كنت عليه قبل التدخين عايز وقت، وعايز وقت طويل مش وقت قصير، اكتر من شهرين عشان النيكوتين يبقى صفر. ما تقعدش مع حد بيدخن، هي دي بقى الشيطان ده بقى. ما تقعدش مع حد بيدخن، لان ريحة الدخان هيخليك ترجع له تاني، لان انت عشت بيه فترة طويلة. يا ابني اوعى تسمع كلام الشيطان، واستناني بعد الفاصل عشان نشوف الشيطان هيعمل ايه. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الباشا اللي عايز يرجع للتدخين، والباشا بيقول ان الشيطان هو اللي بايه بيوزه. طب ما تسمعش كلام الشيطان يا اخي، والشيطان ده عدو، عدو للبشر يعني. ابليس تفتكر هيطلع من الجنه سعيد؟
هو ربنا امره ان يسجد لادم، رفض فطرده من الجنه، طلع سعيد؟ لا، لاغوينهم اجمعين. ده بيقسم لله، ولا تجد اكثرهم شاكرين. مش هخلي حد يشكرك. لازم كل واحد يبقى واعي ان ابليس هيخليه زهقان من كل حاجه وعنده كل النعم. ولا تجد اكثرهم شاكرين، وربنا سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. انا كنت واقف في الكعبه وحاطط ايدي عليها في الحج اللي فات ده، لقيت اللي جنبي يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. فبعد ما خلصنا بقول له انت بتدعي الدعاء ده عجيب قوي، اول مره اسمعه. قال ليه؟ ما سمعتش الايه وقليل من عبادي الشكور؟ انا عايز ابقى من القليل. فالشيطان عدو، بس ربنا ما قالناش عدو وبس، لا، عدو فاتخذوه عدوا. ده انا استعد له، عايز يرجعني السجاير؟ لا، مش هرجع. الشيطان العدو بس ما ربنا ما سكتش عن هذا، قال فاتخذوه عدوا. الرسالة التانية من ام محمد من اليمن. طبعا احنا بنبقى سعداء جدا من اي رسالة من خارج مصر، لانها يعني بتدينا سعادة، ربنا يحميهم. يعني اول الرسالة دعاء جميل جدا لازم اقوله لكم، اول رسالة دعاء جميل جدا لفت نظري، يعني احب اقوله لكم. اللهم سخر لنا من الاقدار اجملها، ومن السعادة اكملها، ومن الامور ايسرها، ومن الخواطر اوسعها، ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا. دعاء جميل جدا، ده جاي من اليمن. السلام عليكم، انا من اليمن، عايز اسال يا دكتور، اتمنى تجاوب عليا. طبعا، اختي عمرها 40 سنه متزوجه، تعاني من ضربات القلب السريعه، وعملت فحص طلع عندها الضغط، بس تعاني من رجفان القلب وألم في المعدة بشكل مستمر، ما تقدرش تاكل كويس، وتعاني من خدلان في الجهة اليسرى بإيدها ورجلها. أرجو قراءة رسالتي. دلوقتي عندنا، أنت قلتي ثلاث مشاكل. على فكرة من الدكاترة أولادنا بقى صغيرين، دايما العيان لو قال كذا مشكلة رتبهم. أنا عامل حاجة في امتحان الدكتوراه جميلة جدا جدا، أدي للولد اللي داخل يمتحن ورقة فيها 12 مشكلة، إذا رتب المشاكل غلط يسقط. ليه؟ إحنا بيجينا العين يقول كلام كتير جدا وأنا مركز. إيه بقى رقم واحد؟ هو مش حاسس أنا بفكر إزاي، هو بيقول كل اللي عنده أنا رتب. الرسالة دي فيها ثلاث مشاكل أساسية: الضغط العالي، والألم. الألم هنا بالنسبة للناس ده المعدة، لكن مش شرط، وخفقان القلب أو اضطراب القلب. نجاوب التلاتة، بس الأول أسألكم الترتيب يبقى إزاي؟ أما أجي أرتب المشاكل أرتبها بأهميتها الطبية. طبعا رقم واحد إيه؟ اختلال ضربات القلب، ده رقم واحد. يعني لو قدامي طالب اقول له هتعمل لها ايه؟ ما قالش ادرس ضربات القلب الخفقان اللي هي مسميها خفقان. اذا قال لي الضغط الاول اقول له لا خالص. طبعا احنا هنحل المشاكل بسرعه كلها، مش هنقول له ده بعد شهر وده بعد شهرين، لا هنحل. بس انا مخي ارتبه، خفقان القلب رقم واحد، نمره اتنين الالم اللي هنا، ده مهم جدا جدا جدا. تقول لي يا راجل بقى معدتها ولا الضغط العالي مين اللي حط الاول؟ اقول له مين قالك ان ده معدتها؟ لو واحد عنده ضغط عالي وعنده خفقان في القلب، قلبه بيرفرف، ممكن الالم ده يبقى شريان تاجي، الالم اللي هنا ده يبقى شريان تاجي، ومش عارفين. الم الشريان التاجي اي الذبحه الصدريه، مش شرط يبقى هنا، ممكن يجي في المنطقه دي، وكثيرا بنشوفه في المنطقه دي. مش عايز حد الحته دي بتوجعه يقلق خالص، لكن عنده ضغط
وعنده خفقان قلبه بيرفرف وعنده ألم هنا، لا يتحط نمرة 2، نمرة 3 نحط مشكلة الضغط. ادي الثلاث اماكن اللي هي ام محمد ذكرتهم في الرسالة، ضغط عالي، ألم في هذه المنطقة اللي هي قالت عليها معدة، وخفقان في القلب. أول حاجة نتكلم عليها بالأهمية خفقان القلب طبعا أول حاجة. القلب بيدق بين 70 إلى 90 دقة في الدقيقة. المتوسط 70، من 60 لـ90 يعني احنا بنقول 70 لأن 60 ده وأنت نايم. يبقى 60 لـ90 ده الدقات اللي بتدقها. يوم ما اتولدت فاكرين؟ كل واحد فاكر يوم ما اتولدت؟ تقول لي طبعا فاكر كويس جدا. يوم ما اتولدت انا حسيت دقات قلبي. يوم ما اتولدت حسيت دقات قلبي، القلب بيخبط في الصدر حسيتها. لكن ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا ظاهره نعمه من نعم ربنا علينا. والله ان لم تكن من اكبر النعم اللي ربنا حطها لنا في حياتنا التأقلم أو التبلد أو التعود. كتير جدا يتعود، ما هي سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. للفقير حلوة جدا جدا، اتعود على عيشته دي فسعيد بيها جدا. إنما الغني اللي يتعود على هذه الحياة ويشوفها عادية يبقى عايز الضرب. ولذلك في آية جميلة جدا دايما أقف عندها لولادي وفي الكلية وفي المحاضرة، وأما بنعمة ربك فحدث. تفتكر ربنا يقصد أنه تحدث الناس؟ أما أقعد في وسط الناس كده أنا عندي عربية كذا وساكن مش عارفين لا، لأن ده تباهي. وأما بنعمة ربك فحدث نفسك. ليه؟ متأقلم بعد شوية افتكر لا ده انا عندي صحة ما شاء الله وبروح شغلي بسهولة ولقيت شغل غيري عاطل مش لاقي شغل. مش مهم النقطة دي، المهم ان التأقلم. واما بنعمة ربك فحدث، حدث نفسك. برضو من التفسيرات اللي قريتها عجبتني جدا جدا ان نعمة ربنا، الكلام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعمة ربنا هي القرآن، انه يحدث بالقرآن يعني يعلم الناس القرآن. واما بنعمة ربك وهي القرآن فحدث، حدث الناس بالقرآن. ما لناش دعوة بالتفسيرات، المهم التأقلم. بعد ما اتولدت انا حسيت دقات قلبي اهي بتخبط في صدري، اسبوع ولا حاجة اتأقلم ما حساش نعمة، لاني مش معود هفضل ماشي وقلبي قاعد يخبط في صدري. طب تأقلمت على ايه؟ ثلاث حاجات. تأقلمت على ايه؟ ثلاث حاجات. واحد العدد من 60 لـ90، هنقول 70 يبقى 70 دول مش حسه. 2 الانتظام، قلبي بيعمل كده اتعود عليه. 3 قوة الضربة، كده غير كده. فأنا تعودت على ثلاث حاجات، على العدد وعلى انتظامها وعلى قوتها. لو رجعت حسها تاني يبقى حاجة من الثلاثة باظت. اللي يقول لي أنا حاسس ضربات قلبي، أقول له يا العدد باظ يا الانتظام باظ يا القوة باظت. العدد اطلع السلم، بس انزلوا دلوقتي بعد الحلقة اطلعوا السلم مرة هتحس بدقة قلب. لماذا؟ لأن العدد اتغير. أني عدد، عدد ضربات قلبي كان كام؟ كان 70، لما طلعت السلم بقى 110. 110 حسه لأنه بره التأقلم. يبقى كان كده مش حاسه، لما بقى كده حسيته. أو ما بقاش منتظم. كلنا ساعات يجي لنا دقة غلط كده تحسها بينما قلبك ما تحسوش. اهو الخبطة الغلط دي تحسها. لماذا؟ لانها بره السيستم اللي ربنا عمله بالتأقلم او القوة.
كان بيضرب نفس العدد ونفس الانتظام بس بقوة أشد. كان كده بقى كده زي واحد عنده ضغط عالي في الأول. أول ما الضغط يقل تحس ضربات قلبك. أول ما العين بيجي بيقول أنا حاسس ضربات قلبي، بس أقول له أسئلة تافهة جدا، سريعة ولا بطيئة؟ يقول لي لا سريعة. أقول له منتظمة ولا غير منتظمة؟ يقول لي لا غير منتظمة. أبتدي أحط نفسي على تراك معين أفكر فيه. إذن لما واحد يقول لي خفقان، ده مهم جدا، عايز أعرف أنت بتقولي في خفقان منتظم ولا غير منتظم؟ ما تقلش هنا في الرسالة سريع ولا بطيء. على فكرة البطيء يحس ضربات قلبه، يعني القلب الطبيعي من 60 لـ90، لو بقى 40 أحسها لأنه بره الرينج. فده المهم. أنا هنصحك تروح لدكتور قلب، مهم جدا. الأول نشوف انتظام ضربات القلب. في جهاز جديد جميل جدا، مش جديد يعني بقاله سنين، اسمه هولتر، بيتحط على الجسم، هو زي الموبايل كده بنحطه في جيبنا ونلزق حاجات على الصدر، بيسجل ضربات قلبك خلال 72 ساعة، في بعض الحالات بنعمل 48 ساعة، في بعض الحالات 24 ساعة. الجهاز بيفضل قاعد يسجل قلبك، وأراه قلبك كان منتظم الثلاث أيام اللي سجلت فيهم، مبروك. قلبك اختل وانت نايمة ما حسيتيهوش، كانت الساعة 1 بالليل وضرب ضربات معينة، خلاص اهي لقيتها قفشتها اهي، مع ان انت ما اشتكيتيش. ليه؟ انه سجل وانت نايمة، او جات الضربات الصبح، او مكررة ل 72 ساعة. بيفيدني جدا 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 في نوع الضربات الغلط. هستكمل معاكو ان شاء الله بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم على ضربات القلب الغلط. طب انا اشوفها ازاي؟ طب العيان ما هو عندي في العياده او في المستشفى او في اي مكان، وانا بكشف عليه كشفت عليه في 10 دقائق كان قلبه منتظم. اما اقول له لا انت كويس ابقى ظلمته. ما دام هو قال انا بحس الرجفه دي لازم يتعمل له الهولتر. الهولتر تسجيل 72 او 48 او 24 ساعه للقلب، يسجل الاحداث كلها وتعالى اقراها. طب انا عندي مليون نوع من الضربات المختلة، منها الحميد ومنها الخبيث. اللي عايز تدخل سريع جدا، افرض ده بطيني غير اذين، دقة غير 10 غير 1000، القلب يدق بين 110 و120 الف دقة في اليوم. عشان تقولوا سبحان الله، القلب يدق بين 110 ل120 الف دقة في اليوم. انا قعدت مسكت كالكوليتر كده اشوف لو واحد عايز 80 سنة، لقيت قلبه يدق 4 مليار. 4 مليار دقة بانتظام، وما بيقولش لا، مع انه عضلة، مع انه عضلة، ودي عضلة. اعمل العضلة دي 20 مرة مش هتقدر تكمل، هتبقى 40 مرة لو انت رياضي. قلبك بيدق 4 مليار دقة لو عيش ل 80 سنة. اظن ده لا يقال فيها غير سبحان الله. ده عضلة ودي عضلة، اشمعنى دي ما بتتعبش؟ اشمعنى العضلة دي ما بتتعبش؟ المواد اللي ربنا عاملها عشان تطلع في العضلة دي تحس بالتعب مش موجودة في القلب. فالقلب بيدق كده، قد يختل العدد وقد يحتاج تدخل سريع. فالهولتر مهم جدا. نيجي بقى للألم اللي هنا اللي انت بتقولي عليه معدة، ده محتاج رسم قلب إجهادي، محتاج رسم قلب بمجهود. ليه؟ أستبعد أن يكون شريان تاجي، أستبعده وبعدين نبقى نتكلم. طبعا رسم قلب إجهادي يعني على السير بالمجهود لازم دكتور اللي يقول لازم. لماذا؟ لو كان الألم حديث امبارح وأقول امبارح ما يتعملش، ممنوع. يعني ساعات واحد يجي يحكي لي حكاية ألم واضحة جدا إنها شريان تاجي، أقول له محتاج قسطرة، يقول لي على طول كده مش هتعمل لي رسم قلب إجهادي؟ أقول له لا ممنوع، ممنوع رسم القلب الإجهادي ما يتعملش، الألم حديث ممنوع، أو لأول مرة
اول مرة الالم يجيله ما اقدرش اجريه لان ممكن قلبه يتوقف اثناء الجري، عشان كده فيها لها شروط كده. فانت يا ام محمد هنروح لدكتور قلب، قال لك هنعمل رسم قلب اجهادي وافقي، قال لك لا مش هنعمل رسم اجهادي وهنعمل قسطرة على طول وافقي، قال لك لا ده الالم ده لا علاقة له بالقلب وافقي. اللي خلاص، ولكن نبضات القلب الغلط لازم هولتر، مفيش دكتور ما بيطلبش الهولتر دلوقتي عشان اعرف نوعها ايه. اما الضغط مسألة سهلة، مسألة سهلة جدا، مرض معظم العالم تلته عنده ضغط. يعني كنت في محاضرة مرة بقول تلت المصريين عندهم ضغط، ففيلسوف بقى قال لك ايوه اسعار عارف ايه، قلت له لا يا حبيبي لا خالص، تلت الفرنساويين عندهم ضغط وتلت الامريكان عندهم ضغط، الضغط يتراوح من 20-30% في اي بلد، هو اكتر مرض بنعالجه. رحت اندونيسيا اكتر مرض هعالجه الضغط وبعديه السكر، رحت امريكا، رحت فرنسا، رحت السعوديه، رحت مصر، هو اشهر مرض ناس كتير. فعلاج الضغط احنا متعلمينه. ليه؟ عدد كبير من المرضى بتشوف، عدد كبير جدا جدا. لكن من هو اللي يلام؟ المريض اللي يلام الذي يعتقد ان علاج الضغط روشته، ده يلام. عندنا ثلاث حاجات مهمه جدا جدا لعلاج الضغط، الادويه طبعا. تقول لي طيب ما انا رحت للدكتور وكتب لي ده وضغطي ما نزلش، كارثه بتحصل هنا عندنا بلدنا، كارثه. يروح للدكتور تاني، ما انا رحت لفلان وكتب لي دواء وبقيس ضغطي لقيته زي ما هو، طب وايه يعني؟ طب وايه يعني؟ تروح له هو تاني. ليه؟ علاج الضغط هقولها بالانجليزي وبعدين اترجمها عشان ولادنا اللي بيشوفوا هذه الحلقات. علاج الضغط ترايل اند ايرور، يعني محاولة وخطأ، محاولة وخطأ. خد كذا وكذا وتعالى لي الاسبوع الجاي، لقيت ضغطه معلق حشته بده واحطه بداله كده، مش ممكن العيانين كلها هتستجيب لنفس الادوية؟ احنا عندنا مثلا 24 دواء ضغط مثلا، كتبت منه 2 أو 3 او كتبت 1 ما استجابش، ما انا عندي الاوبشنز كتيره جدا. فبلاش حكايه ضغطي ما نزلش هروح لدكتور تاني هو اللي هيظبط الضغط. الضغط علاجه مش ادويه فقط، ممنوع الملح بتاتا، ولما اقول ملح لا اقصد بس الملح الطعام، الجبن ممنوعه، المعلبات، كل مرضى الضغط يسمعوني، المعلبات ممنوعه، اكل من بره البيت ممنوع. اني مطعم هيعمل اكله ما يحطش ملح؟ الناس ما تروحلوش. مياه غازيه ممنوعه، فيها بيكربونات صوديوم، شق الصوديوم هو اللي يخوف، ما هو الاكل ملح الطعام كلوريد صوديوم، واللي في ازازه الكازوزه بيكربونات صوديوم، شق الصوديوم هو اللي يخوف، او ملح الطعام. جبنة ممنوعة، معلبات ممنوعة، أكل من بره البيت ممنوع، مياه غازية ممنوعة، ملح في الأكل يتحط؟ لا لا، أنا قلت 5 حاجات. فعلاج الضغط أول حاجة فيه الأدوية، نمرة 2 الامتناع تماما عن الملح تماما. تقول لي وأنا الأكل ما يتاكلش؟ مش مهم. طب أنا عمري كله هفضل كده؟ أقول لك لا، حضرتك هتجيلي بعد شهر هنشوف ضغطك ايه، اتظبط من غير ملح، هقول لك خد جرام في اليوم. تقول لي يعني ايه جرام؟ اقول لك يعني زي الورقه اللي في الطياره، الورقه في الطياره 8 من 10 جرام، اقل من جرام. تقول لي طب عاملها ازاي؟ اقول لك لو ليك صيدلي صديق اديله علبه ملح، قول له اعمل لي كل جرام في ورقه، هيبقى لك جرام في اليوم. اتظبطت احمدك يا رب، هديك 2 جرام بس، اتظبطت بس 2 جرام، مش خليهم 3، حطهم بقى زي ما انت عايز، بتحب اللحمة، بتحب الفراخ، بتحب الخضار، السلطة، زي ما انت عايز، اتصرف في 2 جرام دول لما يظبط الضغط. يبقى نمرة 1 الروشتة،
ما تغيرش الدكتور بتاتا، ما تغيروش، روح له تاني هيغير لك في الادويه. نمره اتنين الامتناع تماما عن الملح. نمره ثلاثه العصبيه، العصبيه والتوتر. طبعا سمعتوا على مرضى ضغط حصل لهم مصايب كبيره جدا وهو بيتخانق. بلاش يا سيدي بيتخانق وهو بيشوف ماتش كوره، شاف ماتش كوره وفريقه اتغلب وهو بيحبه جدا ومتعصب جدا وحصل له مصيبه الانفعال. احد الابحاث اللي ترقيت بيها من مدرس لاستاذ مساعد، قلتها لكم قبل كده اكتر من مره، اشتغلت على الطلبه، طلبه كليه الطب، قست لهم الضغط قبل، خلي بالك، واثناء وبعد الامتحان الشفوي. الامتحان الشفوي في كليه الطب قمه الانفعال. يعني في طالب يقول لي انا جاي حاسس اني رايح حكم اعدام، تخيل. قلت له حكم اعدام؟ اي مش عارف هتسال في ايه، مهما كان يا اخي مهما كان. المهم عملت البحث ده على 1000 طالب، قيس له الضغط قبل الامتحان وهو بيمتحن، في دكتور بيقيس له الضغط وهنقيس له بعد الامتحان. في طلبه كانوا 120 80 ورجعوا 120 80 وضغطهم اثناء الامتحان ارتفع ارقام خياليه خياليه. فلا يعتد على الضغط في الانفعال. ليه بقول كده؟ لان بعض الناس وهم عدي على الصيدليه والنبي قيس لي الضغط يا دكتور، قيس لي الضغط، يقول لك ضغطك عالي، اقول له متشكر جدا بس اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء. قياس اصعب تشخيص، والله والله بقولها من قلبي، اصعب تشخيص في الطب تشخيص الضغط. يقول لي طب ما هو انت هتقيس الضغط هتلاقيه عالي، ماشي، مش عرفني مش هيرجع تاني. العيان اللي قاعد في العياده وقعد مده هيخش ضغطه كويس؟ يقول لي طب الله تعملوا ايه؟ عندنا فاكرين لسه في الحلقه دي الهولتر بتاع رسم القلب، نعمل هولتر للضغط، ضغط يتثبت 72 ساعه، الجهاز بيقيس لوحده، نشوف متوسطات القراءه، هل هو فعلا مريض ضغط ولا لا؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه قيس له اكتر من مره. اوعى تعتمد على قراءه واحده، اوعى تبقى كارثه، لان هنشخص الناس كلها عندها ضغط. اللي معدي ده ممنوع، لازم يكون وضع. عندنا ضغط في الطب اسمه وايت كوت هايبرتنشن، ضغط البلطو الابيض. في ناس لما تشوف الدكتور ده طايل، على فكره احنا مكروهين عند بعض الناس، في ناس تحبنا لكن في ناس تكرهنا. يكره الدكتور، مش يكره فلان يعني، ما يحبش الدكاتره. في واحد ضغطه يعلى لو دخل المستشفى، دخل يزور واحد ضغطه يعلى، شكل المستشفى والمنظر والريحه ضغطه يعلى. طب انا كطبيب ذنبي ايه ان انا العيان لما شافني ضغطه عالي؟ عشان كده تشخيص الضغط مش سهل، مش سهل. فالضغط سهل يا حاج، علاجه سهل جدا جدا جدا، يتظبط 3 ايام، 3 ايام هيكون ضغطه كويس. لكن ارتجاف القلب مهم جدا جدا، والالم اللي هنا انا مش مطمن له، الالم اللي هنا نعرض نفسنا يا ام محمد على دكتور قلب. واضح؟ الرسالة اللي بعد كده أشرف إبراهيم كامل، أشرف إبراهيم كامل، هي رسالة طويلة جدا لكن كويسة. عندي 42 سنة، مريض سكر من 2016، يعني بقالنا 7 سنين عندنا سكر. وكان السكر مظبوط بقالي حوالي سنة أو أكتر، الدنيا مش مظبوط. يعني 7 سنين، 6 سنين مشي هايل، بقاله سنة مش مظبوط. وقال ان التراكمي 10 و3، وحشرح يعني ايه تراكمي، لان في ناس سالوني فعلا اكتر من واحد قال لي بقى قول لنا ما هو التراكمي 10 و3 من 10. ومأثر عليا وعلى رجلي قوي، نزلت في الوزن حوالي 20 كيلو، بقيت 57 كيلو، وباخد انسولين، قال الاسم طبعا، بس مفيش تحسن خالص خالص. رحت لاكتر من دكتور مفيش فايده، انا حاسس ان في حاجه غلط عندي،
عملت تحليل غدة وطلعت كويسة، مفيش غدة، بالله عليك قول لي اعمل ايه علشان ارجع لوزني شوية لان الشكل مش حلو. ماشي. يعني هي دي المشكلة، ان شكلك مش حلو، التعب على طول موجود، انا تعبان، ارجوك رد عليا حل يريحني لاني خلاص مش قادر وبقيت مش عارف اعمل ايه، عايز حل ضروري، انا زهقت من السكر قوي. اول غلطة عملتها انك زهقت من السكر. تصور انا كثيرا اقول لعيان السكر انت احسن من واحد ما عنده السكر، ازاي يا دكتور ازاي تقول كده؟ اقول له والله العظيم مريض السكر احسن من من واحد ما عنده السكر. يقول لي ازاي؟ اقول له ما عنده السكر مش واخد باله، مش واخد باله لا من اكله ولا من الرياضة اللي بيعملها ولا المتابعة ولا المتابعة الطبية، بينما مريض السكر ملتزم عند الدكتور كل شهرين ثلاثة، بياكل اكل كاتبينهوله، ايه المشكلة؟ فانت ما تزهقش من السكر، السكر انت جالك والعمر كله هنظبطك ما تقلقش. وكتير جدا العيان يقول لي ايه السكر مش عارف ايه وزهقت وكلام من ده. طب كويس تعال معايا. يجي اقول له ايه دي؟ يقول لي نظارة. اقول له انا لابس النظارة عشان اشوفك، من غير نظارة انا مش شايفك، انا مريض؟ يقول لي لا لا مش مريض انت بنظارة. اقول له انت بانسولين؟ كأنك لابس نظارة. الانسولين هناخده فترات طويلة جدا جدا جدا، حدش يضحك عليك ويقول لك يوما ما هتبطل الانسولين، محدش يضحك عليك بالكلمة دي، الانسولين هناخده على طول. عشان تفهمني اكتر استنى بعد الفاصل. اما الالام كنا بنتكلم مع الاخ اللي بعت اشرف ابراهيم بيتكلم عن السكر ومش عارف يظبطه، وفعلا هو فعلا سكره مظبوط، التراكم بتاعه 10.3 ومتضايق جدا وبياخد انسولين. يا اشرف قضية السكر لسه انا قايل في الحلقة دي زي قضية الضغط، من هو اللي عايز الضرب؟ اللي يفتكر السكر علاجه روشتة، ده عايز الضرب. السكر ثلاث عناوين، روشتة طبعا والرياضة ونظام اكل، روشتة والرياضة ونظام اكل، التلاتة يمشوا كده هاند ان هاند، عمر ما يحصل لك مشكلة خالص. انت بتاخد ارقى انواع العلاج وهو الانسولين، لان شكلك من الوزن اللي انت بتقوله ده نوع اول، النوع الاول لا يعالج الا بالانسولين. ولكن انا عايز اتأكد انك تروح لدكتور سكر يظبط لك الجرعات، انت 100% جرعاتك مش متظبطه. الانسولين ايه مشكلتنا معاه؟ مش هتصدق، زيادة الوزن. الانسولين له بيشتغل في الجسم بكذا كذا حاجة، بيعمل اكتر من حاجة في الجسم، بيحرق السكر ويدخله جوه الخلية والبوتاسيوم، له شغل كتير جدا، لكن شغله على الدهن ايه؟ هو الهرمون من الهرمونات المسؤولة عن بناء الدهن. يعني تلاقي عين السكر ده عصاية، نبتدي نديله انسولين يتخن يتخن يتخن، تبقى مشكلة معانا. ده مرة احد العلماء من حوالي 40 سنة قريت البيبر دي وطبعا ما علموهاش وتوقفت، اما يجي له واحد رفيع يقول لك ادي له جرعات بسيطة من الانسولين او ما عندوش سكر عشان يتخن، طبعا ما حدش يوافق على كده خالص. اظن كان في انجلترا او فرنسا مش فاكر ايه، لان الكلام ده من 40 سنة، قالوا لا ممنوع، افرض سكره وقع ولا حاجة. الانسولين هو احد الهرمونات المسؤولة عن بناء الدهن، فكونك انت بتخس في مشكلة، في مشكلة، يا اما نوع الانسولين غلط اللي انت واخده، يا اما الجرعة غلط. انما راجع دكتور
استاذ من الاساتذه اللي بيشرفوا في علم السكر وهو هيظبط لك الدنيا. اما اخر حاجه بقى نقولها كلمه تراكمي اللي ناس كتير جدا مش فاهماها. عندنا اتنين نصابين التراكمي يفضحه. النصاب الاول اللي عايز اجازه هو عنده سكر يروح واكل علبه حلاوه ورايح لرئيسه قيس لي السكر يا بيه 400 اجازه عايز اخد اجازه هو واكل علبه حلاوه قبل ما يخش له. النصاب التاني عايز يتعين هو عنده سكر يظبط نفسه كويس جدا 3 ايام يروح خدوا عينه دم زي الفل سكرك 90 مفيش بعد كده. اللي يفضح الاثنين التراكمي. التراكمي احنا عندنا حاجه اسمها كرات الدم الحمراء عارفينها كلكم اللي هي شايل الاكسجين 5% الى 5.5% يلزق فيه السكر. متى؟ لو طبيعي. لو السكر طبيعي يلزق في 5% من الكرات الحمراء الى 5.5%. طب السكر عالي هيلزق في عدد اكبر من الخلايا بدل 6.5% بدل 5.5% 6.5 او 7 او 8. طب ليه ده مش نصاب؟ لان الخلية الحمراء عمرها 14 هي لقطت السكر عمرها 14 120 يوم 4 شهور. فعشان اعرفه اعرف انت مظبوط ولا لا. انت ال 14 اللي فاتوا كان التراكم بتاعك عالي انت مش مظبوط. معناها ان سكرك عالي لمدة 4 اشهر فاتوا لزقت في الكرات الحمراء وفضحك اهو. فاحنا لا نتابع السكر بتحليل السكر اطلاقا. ليه؟ صدفة. واحد ما تعشاش وما فطرش وجاي لي ومنتظم وخد القرص او خد الحقنة وسكره 90 اتغشيت فيه. اتغشيت. عشان كده اقول له اعمل تراكمي. يقول لي تراكمي 10.3 انت مش واخد العلاج. العلاج غلط تماما. او التراكمي 5.5 وانا اخد العلاج. اقول له شيك هانز برافو عليك. فالتراكمي هو الرقم الدقيق جدا في علاج مرضى السكر. انما واحد جاي لي الصبح يقول لي انا سكري 300 طب ما جايز امبارح كان 80 وده حاجه مؤقته جدا. او العكس سكري 80 زي الفل اقول له مين قال لك؟ لازم التراكمي عشان نقول. وبعدين نختم بما بدانا به بالاخ اللي الشيطان بيوسوس له عشان نرجع للسجاير. مفيش مخلوق هيبطل سجاير بسهوله. عايز اراده غير عاديه زي الرجيم. زي الرجيم بالظبط. هو الاكل ده مش شهوه؟ ازاي تمنع واحد من الاكل؟ بيتعبوا جدا جدا عايز ارادة. تفتكر يا مدخن يا صاحب رسالة التدخين الجميلة جدا اللي تضحك دي اهي. تفتكر جريمة الزنا الشيطان هياخد واحد يقول له اذني ولا بالتدريج؟ يخلي له الطريق حلو. فيقول لك ايه في القرآن سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع خطوات الشيطان لان هي خطوة في خطوة. هو مش مرة واحدة هيرجع لك. يقول لك ايه لا خليها سجارة في اليوم. مسجارة بعديها هتبقى 2 بعديها هتبقى 3 تبقى كارثة. هترجع مدخن تاني. فما بدأنا بيه نختم بيه حذاري. حذاري واحد قدر يبطل سجاير يرجع لها تاني. ده احنا مكسب كبير جدا. واحد يقول لي هي طب مش اللي حصل حصل. لا لا اللي حصل ما حصلش. ممكن تعود لجسمك لما كان عليه في ظرف سنة. في دراسات اتعملت على التأثير السلبي للتدخين بعد ما يخلص لو بطل هل اللي حصل سلبيا ده يعود تاني؟ اه يعود تاني طالما طبعا ما فيش اورام ولا كلام من ده. يعود تاني كما كنت بالظبط. خسارة خسارة كبيرة جدا 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 ان تعود مدخن. حذاري من الاصحاب
اصدقائك، حذاري تقعد جنب واحد مدخن، هتشتاق لها جدا تاني. زي واحد عنده فشل كلوي بقول له ما تاكلش لحمه، يقول لي اه بس انا اصل بحب قوي اروح مع اصحابي عند الكبابجي. طب ما انت لو قعدت هتاكل، خلاص الحته دي نقطعها. اي حاجه تمهد للتدخين امنعها. هيقول لك خد الالكترونيه دي كويسه، احنا عرفنا ان السجاير بتعمل سرطان بعد 100 سنه من استخدامها، عرفنا اضرارها. الالكترونيه دي ما بقالهاش كذا سنه، يا ترى بتعمل ايه؟ الله يعلم، الله يعلم. جايز بتعمل ألعن من اللي بتعمله السجاير، بس احنا ما نعرفش. عشان كده نصيحتي كأب وكأخ وكدكتور، اوعى ترجع للتدخين. نلتقي الجمعة الجاية ان شاء الله.